خطة تنمية الأقاليم ضمن قانون الأمن الغذائي لعام 2022، مثل ما هو واضح لديكم أن هذه الخطة ستكون هي الخطة الأكبر ما بعد 2003، هي الخطة العمرانية والخدمية التي تشمل كل أقضية ونواحي محافظة ذيكار، بلغت حوالي 560 مليار، منها حوالي 50 مليار مشاريع استراتيجية، ومنها إنشاء كورنيشات لكافة المدن في ذيكار، وتأهيل وإنشاء حدائق لشارع إبراهيم الخليل ليكون متنفس للعوائل. 90% من الخطة وزع وفق النسب السكانية للوحدات الإدارية كافة، بلغت الخطة أيضا كما نوهنا 560 مليار. اليوم تم توقيع 34 مشروع منها لكافة الشركات. نتحدث بتفاصيل جزئية حول خطة الإعمار لعام 2022 ضمن قانون الأمن الغذائي. أولاً المشاريع الاستراتيجية، إنشاء المرحلة الأولى لكورنيشات كافة المدن في الوحدات الإدارية التي تقع على جانبي النهر، منها إنشاء حدائق ونافورات راقصة، إنشاء أكبر نافورة راقصة بالعراق أيضاً بطولة 300 متر، عدد 3 في مركز المحافظة الناصرية وشمال ذيقار أيضا وجنوب ذيقار. مشروع التعليم أيضا يشمل إنشاء قاعتين وحدائق لكلية الطب. مشاريع التربية تشمل أيضا ترميم مدرسة مجلس المحافظة اللي هي بالتالي ستكون مدرسة للمتفوقين، وضمن التعليم الدولي أيضا تجهيز رحلات مدرسية وصبورات في عموم المحافظة، أيضا سيكون هناك تجهيز صبورات ذكية تستخدم لتعليم اللغات للمدارس في عموم محافظة ذيقار وأقضيتها ونواحيها. أيضا أعداد دراسة استراتيجية لكافة الوحدات الإدارية، تتضمن هذه الدراسة خطة توفير البنى التحتية بنسبة 100% لكافة المدن مع كافة الكشوفات والتصاميم والمتطلبات من 2023 إلى عام 2027. اختيار الموقع الملائم وتصميم المركز الإداري الموحد ليضم كافة الدوائر في المحافظة مع كافة الخدمات ومناطق الخضراء ومواقف سيارات ومناطق توسعة أيضا ضمن مناطق التوسعة في المحافظة.